السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم ويا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وفيديو اليوم رح نتكلم عن التحديث الشهري اللي نزل اليوم عن ريدد أونلاين، ورح نتكلم طبعا عن الدبل ماني وكل التخفيضات اللي نازلة لهذا الشهر. طبعا هيكون الشهر من 3 أسابيع، وهذا يعتبر أقل شهر نزلته ريدد أونلاين. تخفيض 30% على جميع أنواع الريبيترز. وتخفيض 30% على ذخيرة البيستول والرايفلز، وكذلك على أسهم القوس. وتخفيض 30% على جميع الجارمنت لدى غاس. ولتحصل على جميع هذه الملبوسات يجب عليك أولا اصطياد الحيوانات الأسطورية، من ثم عمل سكن لهذا الحيوان الأسطوري وبيعه إلى غاس، ومن ثم بإمكانك شراء الجارمنت. وتخفيض 30% على رصاص التخدير وعلى الوالدنس كام وعلى بعض الوصفات المتوفرة لدى هيريت. بكل تأكيد أنصح أي لاعب بشراء الوايتنس كامب، ولكن حط ببالك يجب شراء الوصفة لدى الفينز لعمل الفاست ترافلينج. ونبدأ على تخفيضات 40%. طبعا في تخفيض رهيب جدا على رول الناتشوراليست، بدل ما يكون طبعا ب 25 سبيكة ذهبية راح يكون ب 15 سبيكة ذهبية، وهذا التخفيض جدا ممتاز خصوصا اللي ما بدأوا رحلتهم مع الناتشوراليست، وأنصح أي لاعب بامتلاك هذا الرول بما فيه من مميزات ممتازة. صح كلام يا هيريت؟ Yes, I like that. وكذلك يوجد تخفيض على بعض الخيول، وهي من أنواع الرايدينج أو للركوب والتجول، ولا نغفل عن قوة وسرعة خيول الناتشوراليست. طبعا كذلك يوجد عليها تخفيض 40% بإمكانك اقتناء أحد هذه الخيول. وتخفيض 40% على سدل الناتشوراليست. عزيزي المبتدئ، غير سدل أبو الجماجم لا تشتري نصيحة. لأنه باختصار هذا السدل يعتبر مقلتش، ما يخلي الخيل يتعب، فبالتالي لازم تمتلك هذا السدل ولا تبحث عن غيره نهائيا. وتخفيض 40% على الكاميرا المتقدمة. وتخفيض 35% على لور السنارة، وأنصحكم تشترون نوع الاسبيشال منها. ونصل إلى الأوتفيت المجاني لهذا الشهر، ويوجد عدد 2 أوتفيت لهذا الشهر. كل اللي عليك بعد ما تفتح الكتالوج تبحث عن أي شيء فري مكتوب عليه، ومن ثم تعمل له شراء. والأوتفيت الثاني طبعا تلاقونه في خانة الناتشوراليست من الورك آند تريد. وهذا الشهر بإذن الله تعالى يوجد دبل ماني على أخذ سامبلز أو عينات طبعا من الحيوانات وبيعها إلى هيريت، وكذلك يوجد دبل إكس بي على عمل ذلك، وكذلك يوجد دبل ماني ودبل إكس بي على حيوانات الليجندري لدى هيريت. يعني لازم تزور هيريت وتطلب منها ميشن. والدبل ماني طبعا على أخذ العينات وبيعها لهيريت وليس ذبح الحيوانات الأسطورية، انتبهوا. وأخيرا نصل لآخر بونص، وهو عبارة عن دبل جولد، وبالأمس نزلت لكم فيديو عن الجولد وأنه بإمكانك الحصول على الجولد عن طريق اللعب بي في بي. وكل اللي عليك أن تروح على الفيشر سيريس وتختار هارد كور مود، وفالك الذهب. وأخيرا نصل إلى ختام الفيديو، الله يعطيكم العافية، وإذا عجبكم الفيديو أعطوني لايك وسبسكرايب. أوعدكم كل جديد بإذن الله تعالى، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace.